والرصافة ظهرت طف نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني عموم المحافظات العراق ملفات الثالث متوسط دور ثاني. نتيجة الثالث متوسط 2022 الدور الثاني. لقد اشتغلت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بحثا عن موعد صدور نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني عموم محافظات العراق والتي منها كل من الكرخ والرصافة والبصرة والموصل وكربلاء وواسط والنجف وكركوك المتني والإنبار ديالي والقادسية وذي قار وصلاح الدين والسليمانية والكونية والمتني ونينوي وميسان والقادسية وكربلاء وبابل واربيل ودهوك وواسط والنجف الإشرافي. لقد صرحت وزارة التربية العراقية أن عمليات التصحيح الدفاتر الامتحانية لطلاب الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني ما زال مستمرة داخل لجان الكنترول. وفور إتمام عمليات التجميع ورصد الدرجات سوف يتم رفع النتيجة عبر موقع الناجح والنجاح ونتائجنا والسومرية نيوز، ومن ثم يمكن لطلاب الثالث متوسط استخراج نتائج الدور الثاني وتحميل ملفات النتيجة الثالث متوسط 2022 الدور الثاني مباشرة عبر جوجل درايف. نتائج الثالث متوسط دور ثاني 2022. كشفت وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني عبر روابط موقع نتائجنا وناجح والنجاح، وأفادت أن خلال الأيام القادمة سوف يتم رفع كشوفات وملفات. نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022. عبر موقع وزارة التربية العراقية والذي يعد الموقع الرسمي للوزارة الذي من خلاله يتم عرش كافة المعلومات الخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في العراق. موقع الناجح نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني. سوف تشهد الساعات القادمة إعلان نتيجة الثالث متوسط 2022 الدور الثاني ورفع كافة ملفات طلاب الناجحين في الدور الثاني عبر موقع نتائجنا وناجح والنجاح، موضحا أن فور إعلان نتائج الدور الثاني للصف الثالث متوسط 2022 سوف يتم تفعيل زر تحميل ملفات النتائج باللون الأخضر، ومن ثم يمكن التعرف على درجات مواد الرسوب.